عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الهندسة. نعود وياكم المحاضرة الثانية من محاضرات الـ Artificial Intelligence، وهي محاضرة الـ Pattern Association. أوكي، هنا أكو عندنا فد نقطتين رئيسيات في سبيل بأنه نعرف شنو الـ Pattern Association، اللي هو عبارة عن يقول Association Memory Neural Network are Single Layer، يعني إحنا عندنا Layer وحدة زين networks. طبعا هذا الرمز من تشوفه ان ETS هو عبارة عن networks. يقول ان which the weight determine in such a way net can store a set of better association. يعني يقول من الافضل يكون الخزن مالتي ضمن البتر association. يعني شنو؟ انا عندي فد شبكة اريد ادربها على فد، نقدر نقول على فد بترن معين. هذا البترن المعين يكون مشابه زين الى اي بترن يدخل على مود يتخذ القرار مالته. يقول if each، طبعا each association input output vector pair s و t، زين ال t اللي هو نقدر نقول التارجت وال s اللي هو عباره عن البترن الاس الموجود. يقول if each vector is the same the vector which will it associate is called auto associated memory. يعني اذا كانت مشابه الفكتر اللي دخلناه او البتر اللي دخلناه، يقول بانه هذا راح يكون auto associated memory، يعني بتر مشابه للنتيجة راح ينطيني اياها اللي انا مدرب عليها. واذا لا، اذا كان مختلف يدعى الى hetero associated memory، يعني عبارة عن hetero associated. فاذا كانت تختلف البتن اللي راح يصحوا له الهيترو اسوشيتد ميموري. يقول في كل الحالتين السبيسيفيك بتن بير يوز تو تريننج، يعني هيك لها يستخدم للتريننج ويكون قابل للاستعمال، يعني قابل بانه للتدريب. اثنينات ممكن يكون قابل للتدريب، بس هنا انا اقفد نقطه شويه اذا تركز لي عليها. يقول ترى هي قابله ثلاثه تدربا ولكن غير متطابقات زين تو تريننج انبوت، يعني كل وحده تدرب على فد نظام معين. يقول before training associated memory original pattern must be converted to a portrait representation. يعني شنو؟ أنا بإمكاني أحول كل مدخل إلى فد نظام ثاني بحيث تكون تفهمه النيورون. يعني يقول بأنه طاق فد example، قال مثلا on تشغيل ممكن أعتبره plus one والoff أعتبره zero. هاي طبعا بيمن بالباينري، بينما بالباينري بالبايبولر لا، البوزيتيف 1 هو عباره عن اون والنيجاتيف 1 هي عباره عن اوف. الترينينج الجوريثم فور بتن اسوشيتيف عندي تو تايب. الطريقه الاولى اللي هي عباره عن هيب اخذناها، والطريقه الثانيه هي الطريقه اسمها دلتا رو. خلينا نتكلم عن وحده وحده وشنو تفاصيلها. يقول الهيب هي عباره عن طريقه مبسطه تحسب القيم، تحسب الويت. احنا نظامنا كله عملنا ايما على الويت، اذا الويت اللي هو راح يبدا يشتغل. طبعا اني انطفت ادجستد او انيشال انطفت زيرو، ووراها ابدي اغير بها في حاله بانه طابقه الانبوت سوالي او الاوتبوت سوالي التارجت اللي اريده اني كان بها، ما سوالي التارجت اروح اسوي ابديت المن للدبليو. طبعا هنا الاوت برودكت المخرجات هي عباره عن اس وتي، بس التي عباره عن تو باترن، يعني عباره عن تو فيكتور، فيكتور 1 وفيكتور 2. اذا الدبليو يساوي لي اس ترانسبوز ملتيبيكيشن باي تي حسب المعادله اللي موجوده قدامكم. اوكي، خلينا نكمل الشغل مالته. طبعا الاس هي عباره عن اس بي، هي اس 1 بي اس 2 بي لغايه اس ان بي، والتي هي عباره عن تي 1 بي لغايه تي جي بي، وبعدين ترجع تي 2 بي لغايه تي ام بي. يعني عباره عن التي هي شنو؟ عباره عن ماتريسز تحتوي على تو كولوم، وعدد الفكتور اعتماد عليه من هماتين راح يكون على اعتمادات الاس. ايش قد قيمه الاس راح اعطيك اياها. الدبليو اللي هو الويت راح يساوي لي دبليو اي جي سميشن اس اي P transpose multiplication by TJ of P، هذا كذلك القيمة مالته P تساوي لي من 1 إلى P. ال W إذن راح تساوي لنا القيمة مالته المحصلة التالي اللي نشوفها قدامكم. نجي هسه several author، بعض المؤلفين يقول لك بأنه ممكن ياخذ الويت مالته هو 1 على N إذا كانت الN هي number of units in the system.
هذه نقدر نقول introduction element للهب. إذا كانت طبعا هنتكلم بالبتر أسوشيشن. نجي الطريقة الثانية اللي هي عبارة عن دلتا، دلتا روث وبتر أسوشيشن. يقول بالحقيقة بأنه هذه تختلف عن الهب باختلافات جدا بسيطة، لكن هي مور أكتيف. الدلتا الإكواجن ما تش تساوي لي واي تساوي لي نت. احنا قلنا بأنه النت اللي هو محصل صافي اللي هو الفاكشن نت جي، وتساوي لي summation sum of a product اللي هو عبارة عن الانبوت باتن multiplication by الويت. زين مقدار الويت شو يساوي لي؟ يساوي لي دلتا دبليو اي جي تساوي لي الالفا اللي هي عبارة عن learning rate multiplication by تي جي target minus الاوتبوت مضروب بمن؟ بالباترن اللي اني مدخله. يقول اذا simple extension الله يسمح لك بانه different activation function، بامكاني اقدر استخدم اكثر من activation function، وهاي تكلمنا بها بمحاضرة سابقة اللي هن عبارة عن ثلاثة إذا كان السيجموين أو جاوزيان أو سيجنوم، كل واحدة ولها طريقة. خلينا نجي نتكلم اللي هو شنو هي الهيترو أسوشيتيف ميموري نيورال نتورك. أسوشيتيف ميموري نيورال نتورك which weight determine in such a way that the net can store of p. يعني أنا عندي البي البتن اللي راح أخزن بي أو البي الأوتبوت اللي راح أخلص اللي هو البتن أسوشيتيد، هذا أخذنا وين؟ داخل النيورال ماتي اللي أنا راح أدربها وفق النظام ماتي نفسه. زين فهيتروس أسوشيتيد ميموري نمبر أوف أمبوت ديفرنت إن ذا أوتبوت، تختلف طبعا يختلف الأمبوت عن الأوتبوت. إيش أسوشيتيد بير فيكتر S of P T of E with P from واحد، طبعا هذا يعطي التفاصيل مالت من مالت الطريقه اللي يتعامل بها. هذا الشكل اللي تشوفوه قدامكم عباره عن الاكس تبدي من الواحد الى ان، والواي يتغير من الواحد الى ام. هنا يجي يقول انه الواي هي عباره عن فانكشن اوف نت، هاي الاكتيفيشن فانكشن اللي عباره عن سيجموين احنا تكلمنا بها طبعا اذا كانت باي بولر اكتيفيشن فانكشن، وهنا اذا كانت باينري اللي هو عباره السوتبل اكتيفيشن فانكشن اللي هي الباينري اف اوف اكس اذا كانت واحد واكثر اصغر او تساوي لي زيرو القيمه مالتها. خلينا ناخذ في اكزامبل في على الهيترو اسوشيتيف نيورال نتورك فور مابينج فروم انبوت فيكتور وذ فور كومبوننت، يعني عندي اربع كومبوننت هي عباره عن الفيكتور اس تبدي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اند اوتبوت تارجت رو فيكتور. التارجت مالتي هو عباره عن تي 1 وتي 2. زين انا قلت هسه هنا T1 و T2 كل واحد بهن ذني جد راح يساوي لي أربعة. ليش؟ لانه انا مدخل أربعة انبوتس، فلازم العفو كل T عبارة عن هو فيكتور يحتوي على أربعة من القيم. اذا راح يكون الارقام مالتنا كالتالي X1 لغاية X4 وال Y1 و Y2، اذا عندي 2 output او 2 target اقدر اوصل له. P هي عبارة عن S1 S2 S3 S4، هذه 1 2 3 4 القيم مال S هي عبارة عن 1 و 3 صفارة 1 2 و 0 3 صفارة ب 1 و 0 ب 1 2. التارجت اللي اريد اوصل له هو عبارة عن 1 0 1 0 0 1 0 1. الحل مالتي WIJ اللي هو عبارة عن الويت الجديد يساوي لي الويت القديم زائد XI في YI. الواي اي اللي هو عبارة عن قلنا الاوتبوت مالت من؟ مالت النيورون اللي موجود عندي. اكس اي تساوي لي اس اي، واي جي تساوي لي تي جي اللي انا اريد اشتغل عليها، هنا دلتا اي جي تساوي لي مقدار التغير بالدبليو اللي هو الويت يساوي لي الاكس اي في الواي جي. هذني ايش وقت انا ابدي اغير مين؟ قلنا بانه اذا ما ساوى لي التارجت او الاوتبوت ساوي لي التارجت راح ابدي اشتغل. الW0 هسه حنقول X1 هي 1 X2 و X3 و X4 يساوي لي 0، اخذ البترن الاول اللي موجود عندك هنا. زين الاس تي بي هي عباره عن 4 1 3 صفاره ب 1 ب 0، اخذ القيمه مالتها. هسه الW الجديد هي عباره عن ايش قد؟ W القديم قلنا عليه زائدا XI في YI، 0 زائدا 1 يساوي لي 1. جميع الويت الموجود تبقي هو صفر، ما يحتاج ارجع احسبها. زين رقم 2 طبعا هذا احنا نشتغل بالتريننج اخوان. فور سكند باترن البي 2 تساوي لي اللي عباره عن 1 1 0 0. زين
واحد صفر اللي هو عبارة عن البتن الثاني اللي هو التارجت الثاني اللي أنا أريد أوصل له. الدبليو راح يطلع عندي ايش قد؟ 2، والثاني طبعا هاي 1 1 1 2 هي عبارة عن 2 ب1. هسه راح أراويكم شلون يمثله بالشكل. ثالث هماتين التارجت اللي اس بي أريد أطلعه نفس النظام، خذ الأسات كليتها وخذ وياهن التارجت، اجى عوض القيمة المالتيبليكيشن طلع عندي 1، والمتبقي كليتهن نفس القيمة بدون تغيير. رقم 4 البترن اس اللي هو نفس القيمة، طلع الدبليو 3 2 بدو 4 2 اللي هذا عبارة عن 1 وهاي 2. اجى حط الويت كليتهن بالماتريسيز اللي هي دبليو. نعم هسه ايش نلقى؟ باستخدام الويت ايش نلقى؟ نلقى الاوتبوت برودكت اللي هو باستخدام الهب روت. شلون نلقاها؟ من خلال اس بي ان تي بي. الدبليو بي شو يساوي؟ الاس بي ترانسبوز في التي بي ترانسبوز. للبي 1 عند القيمه مالتها هاجد مضروبه بمن؟ بالزيرو 1 0 راح تطلع لي هذا. البي 2 وكذلك اللي عباره عن 1 1 ترانسبوز، احنا نتكلم 0 0 مضروب في الواحد 0 انطاك القيمة التالية. الثالث وكذلك اعطانا القيمة مالته، والرابع نفس البروسيجر جايمشي. هسه ذا ويت ماتريكس صارت عندنا الماتريكس النهائية اللي هي عبارة عن 1 0 0 1 0 0 0 0، هذا للبي 1 اللي طلعناه، زين للدبليو 1 وهذا الدبليو 2 ودبليو 3 ودبليو 4. اذا الويت المحصل النهائي عبارة عن 2 0 1 0 0 1 0 2. هذا لو تتابعون اخوان المن يشبه للبروسيجر اللي جينا لقيناه هنا بالبدايه، واللي هو نفس النظام مالته. زين انا الويت المحصل انها ايش تساوي لي؟ تساوي لي اس ترانسبوز في تي، هذا الدبليو جبته نزلته نفسه، وعندي الويت كذلك اضرب هذا فطلع لي نفس النتيجه. لهنا تخلص المحاضره مالتنا اللي تابعه الاسوشيتيف ميموري. اشوفكم محاضره ثانيه وتقبلوا تحياتي.